ورجعنا لكم بعد فاصل رمضاني حلو. عملنا في الجزء الاول تورتة الفراخ اللي احنا قلنا عليها طبقات طبقات من المشروم والبصل الاخضر مع شرايح بصل وفستق، واخر حاجه كنا عاملينها مع بعض ان احنا حطينا اخر طبقه من الفراخ وحطينا عليها الصلصه زي ما قلنا ودخلناها الفرن وريحتها تجنن. هنعمل بقى دلوقتي مشروب رمضاني مغذي جدا بكل الحاجات اللي احنا بنحبها وبناكلها في رمضان. عندنا تين مجفف هنقصقصه بالمقص، هنجيب المقص بتاعنا كده اهو، يعني احنا كده كده هنضربه في الخلاط سوا، بس هنديله ايه قصه كده صغيره عشان يبقى سهل وسريع، لان ايه الزبيب مثلا حاجه صغيره فما ياخدش وقت. احنا هنضرب الحاجات دي مع بعض وهنضيف لهم كمان ايس كريم، يعني بما ان رمضان السنه دي في صيف وحر فاحنا حبينا ايه يبقى مشروب كده ايه يطري كده علينا ويبقى حاجه ساقعه واللبن ساقع، يعني حاجه حلوه كده ومغذيه. انا هجيب الخلاط بتاعي هنحط فيه المكونات. المكونات بقى عباره عن ايه؟ هقول لكم. عندنا التين زي ما قلنا تين مجفف، هناخد كده شويه تين تقريبا ايه ربع كوبايه تين، وهناخد لوز بحاله كده زي ما هو، هناخد لوز ربع كوبايه لوز برضو، وهناخد فستق مش هقول لكم حاجه دسمه كده وغنيه، ربع لوز فستق كمان، وعندنا كاجو كده اتنين يعني نحطهم بقى، وعندنا زبيب ربع برضو زبيب تقريبا، يعني مقادير متساويه من الحاجه. وعندي بقى حاجه مسكره، عندي البلح. البلح يعني انا حبيت كسنه، وبما اننا في رمضان سنه على الرسول عليه الصلاه والسلام، هناخد رقم فردي يعني 7 9 اكيد مش اقل من كده عشان يبقى في الطبق. فاحنا عندنا متقطع انصاف كده، ناخد كده بس تقريبا كده احنا هناخد 9 فصوص او 9 بلحات بمعنى اصح، وهحط حبه لبن لان احنا هنزود تاني اللبن، بس انا عايزه ادوب الحاجات دي كلها سوا وبعد كده نكمل اللبن بتاعنا كده. ممكن نزود لبن، انا حاسه ان انا ايه مش عارفه اتعامل مع البتاع ده، هزود كده اللبن بقى بتاعي، دول تقريبا 2.5 كوباية لبن، وهحط معلقه عسل. انا بحب زي ما قلت لكم بحب احلي بالعسل، كفايه معلقه لان احنا عندنا بلح ففي نسبه من السكر، وعندنا الزبيب برضو بيبقى فيه برضو وتين يعني حاجه ايه قويه، وعندي رشه جوز الطيب هحط كده رشه بس ايه بسيطه، وهحط تاني ونضرب كل الكلام ده سوا. ونحط ده كده ونضرب. هضيف بقى الايس كريم السائع كده وحاجه كده مغذيه. انا بس عايزه ايه، لا انا عايزاهم جنبي عشان هعمل لكم ديكور ليهم في اخر الطبق. نجيب بس كده عشان نحط الايس كريم ونحافظ على نظافه مطبخنا اهم حاجه. انا عندي ايس كريم فانيليا عادي ابيض، كده اهو يعني تقريبا بولة ايس كريم بس، واحطها بالشكل ده كده. كده الايس كريم كمان بتاعنا شيل بقى كده، يعني حاجة كده ساقعة وحلوة ومغذية، حاجة جامدة كده. انتوا عارفين رمضان بيبقى عايز الحاجات الجامدة كده اهو. ونضرب تاني
هنضرب بقى مع الايس كريم. ادي العصير خالص وجاهز، حاجة كده جميلة. هجيب بقى الكاسات بتاعتي، مشروب رمضاني لأول يوم كده، حاجة مغذية. وبصوا تقيلة ازاي وساقعة، الايس كريم كده قوي جدا. ادي كده كمان، سلام بقى كوباية كده، يا سلام، حاجة واو يعني. عايزين بس ايه نظبط تظبيطة عشان يبقى تقديمنا حلو، وحاجة زي ما قلنا كده ايه تفتح النفس بالشكل ده كده. حط له بس ايه حاجة شوية كده مكسرات كده هنا، يعني ندخل كده نلاقي المشروب ده على السفرة كده تتفتح نفسنا. طبعا جميل، وشوية زبيب كده، وزي ما انتم شايفين هو تخين لانه هو فيه كمان ايس كريم، كفايه قوي كده، انا مش محتاجه اكتر من كده. نجيب بقى ايه تورته الفراخ، جميله جدا. ادي تورته الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. هنجيب بس حاجه مهمه قوي، هنجيب سكينه، احنا عندنا سكينه، هنسلك بس من الجناب علشان احنا هنقلبها سوا. لازم نتلسع يعني، نوادر بقى تشتغل كده طول ما احنا ايه في رمضان. عشان كده يا جماعه نحاول نخش المطبخ كده ايه من بدري، ما نستناش للحظات الاخيره كده. اهو الشكل ده. هجيب بقى الطبق اللي احنا هنحط فيه التورته دي. انا عايزه اقلبه، اجيب بقى حاجه عشان نقلب بيها التورته بتاعتنا، مش كده عشان بتاع قوي وتقيل اهو كده. انا طبعا ايه ادي كده اهي، بس هنا كده هي زياده شويه عن نظبطها بس كده. انتوا عارفين احنا حاطين ورده من تحت من الفلفل الالوان بتاعنا، نظبط كده. ادي التورته بتاعتنا كده اهو، ادي تورتتنا. واو حلوه قوي، بس طبعا في مخلفات حصلت كده، ظبط كده. ادي التورته بتاعتنا رمضان، حاجه هجيب بس وردتي برضو نعمل بس بيها شكل حلو بالشكل ده. ادي الورده بتاعتنا اهي عشان تبقوا شايفين اللون، وهو صريح كمان اللون صريح، واللون يعني باهت شوية. وآدي وصفاتنا لأول يوم رمضان، أتمنى إنها تكون عجبتكم، ورمضان يجمعنا دايما، وأشوفكم بكرة يوم جديد، ورمضان سعيد علينا. باي باي.